السلام عليكم خويا عديد، بخير هادي؟ بخير الله يحفظك يا خويا. قول يا خويا عديد، هاد اليوم هذا خويا بانوا شي بيروكيات هنا في السوق اخويا. بكل صراحة شوف اخويا ادريسي، كاين هنا واحد الخالية خاصة باش يدير بيروكيات مهربين، وراه دايرين قنوات وكيحطوا النوامر ديالهم وكيبيعوا الناس بأثمنة خيالية. غير هي التوضيح بأن الطفرات اللي كيجيبوها شي ديال البيروكيات راه أكثرية ديالهم عاقم هاجين ما كيفرق وكيبيعوا بأثمنة خيالية. أنا كنتمنى واش عندهم شي أوراق ولا ما عندهم شي أوراق؟ ما كاين لا أوراق لا والو، كيبقاو يكتبوا على عباد الله لا دين ما لا دين، ما كاين لا دين لا والو. وكاينين هما أربعة يعني اللي خاد شي حاجة وجات عندهم 100 والغابات غير اللي غايشوف مسكين اللي شاري يشري يقطع الشانطي هنا القريعة يوقفوا عليه راه غيديوه ليه وغادي يخلص غرامه والسورسي. هاد الناس كاينين هنا كيستغلوا الناس وكيبيعوا لهم أثمنة خيالية، وأنا إن شاء الله راه غندير حملة ضدهم وهاد الفيديوهات ديالهم غنوصلوهم للمياه والغابات، لأن حنا موالي وكيضرنا هادشي. الحمد لله اللي بغى يتولع مرحبا وصل المعلومة الصحيحة، أما بقاو تنصبوا على عباد الله وهادو ما موالي ما والو. خويا إدريسي داخلها بالشكارة علاقة بالولاعة، الشناقة كيبيعوا يشريوا بلا ما تشي ديال البيروكيات تعاطى لهم بنادم مهربين. والغريب في الامر قال لك السيدي حنا كنخلصوا الطريق وتشي راه بوراقي بالباسبور بكل شيء. اوكي اخويا عادي نخلصوا الطريق عادي عنده رخصه الحيازه ودخلصوا الطريق اخويا عادي راه فيها مشاكل وفيها مشاكل غنشوفوا لمن كيخلصوا. قال لك كيخلصوا الطريق خاصنا نشوفوا هذو اللي كيخلصوا حتى الناس فين تولي تجيب هنا وتخلص. والله يدير شي تاويد خير ومازال غندوي على هذا الشيء. تحياتي خويا امين. بخير هاني. رحمتك لي اخويا امين. خويا البيروكي سمعنا الصباح هذا اقسم بالله العلي العظيم قال لي واحد جيبوا لك 6000 درهم. يلا. قلت له الصوفاج قال لي لا. والاغلبيه خويا الادريسي شوف. وشوف هاد الكلمات الفرخ راه تيجيبوا هاد عباد الله هادو هما اللي المقنين اصحاب المغربات اللي تيجيو منهم تيجيبوا كل شيء. تفيق مع 6 الصباح يضرك قلبك. وخوتنا اللي تياخذوا 4000 تا هما راه عارفين هنايا. انا كنت تيوقفوا تيجي يخرج عينه ودي 100 درهم راه عارف تاهو. ودابا كمل ليه خاتيمه. واش وقطع الله يدير الخير غنشوف الحمد. بارطاجي معاهم فيديوهات كاع ديال هاد العصابات ونتمنى تاخذوا منهم تاخذوا معاهم الاجراءات كما اخذتوا الاجراءات مع الاخ كريم عاشق الببغاء. ماشي حلال على هادو وحرام على هذا. والله يدير شي تاويل الخير. السلام عليكم الخوت. هاتم الخلوية يا عباد الله. شحال اخويا هناك؟ هاي 80 درهم 80 درهم والمليح. دخلوا دخلوا تشوفوا دخلوا. المهم الخوت هاتم دخلوا دخلوا تولعوا مع راسكم. دخلوا مرحبا بكم. اللي بغى شي حاجة مرحبا. 80 درهم هنايا. عقلوا على الكاس شوية. واحد خونا عاوتاني هنايا 80 درهم تاع هنايا. دخلوا دخلوا مرحبا بكم. كوارات زوينين تبارك الله 80 درهم. هذا واحد السيد مع ذاك النكريه خاويه ما فيها حتى شي حاجه. جا واحد الدري علق هذيك الكريه راهي فيها علقها هنايا بغا يترزق على الله. جا عنده هذا قال لي لا قال لي انا باغي نبيع حيد يا مو بلاص. انتوما عباد ما حاط فيها والو. انت ما حاط والو دابا. باش تعرف باش تعرف راسك. انتوما عباد الله كان السيد كيترزق هنايا بغا يترزق السيد والو قال لي لا قال لي باغي نبيع حتى انايا. هاي الكريه خاويه وعلى اخر فين جا وعلى اخر فين جا جا هنايا بعيد على بنادم. هانتوما هاي خاويه من الساعه ولا مع الساعه ديال المكانه هاي محطوطه خاويه. السلام عليكم الخوت. هاي طويرات هنا مزونين ناضين الخوت. شحال ضاربين اخويا هادو؟ ضاربين اكثر من شهر اكثر من شهر تبارك الله. انت الزوان ديري الثمن ديال هادي 90 درهم لا غلا على المسكين. وهادو هنايا نتوا 300 دريال. ما عندناش نتوا هنا 300 دريال 300 دريال
اللهم بارك. الطويرات اللي عجبونا يا اخويا اللهم بارك. مرحبا مليح. اللهم بارك. كل شيء داوي كله. باقي عندك سلعه اللي بغى شي حاجه؟ مرحبا. اعطيهم اخويا النمره ديالك. 07 عوده 06 07 73 48. المهم اخوت اللي بغى شي حاجه تسليعه رنقيه اخوت. مرحبا. راه مزونه وقديمه والكارانتي. مرحبا. يلا الله يعاونكم اخوت. مرحبا. السلام عليكم اخوت. هذا هو الولول اخوت. فكره ما شاء الله دير الولول. شحال داير اخويا الولول شحال؟ 70 اخويا. 70 درهم. اللهم بارك. هذا هو الولول اخوت. سبحان الله العظيم. فكره ما شاء الله. ديال تيفل تا. ديال تيفل. تيفل تا. اللهم بارك. اللهم بارك. ها هو الحداد. وميدون. الحداد شحال داير؟ الحداد هذيك الكبيرة اللي بقات 30 درهم. 30 درهم. ها اللي ما بغاش يربي الحداد. ها هو يضرب هكا وكا ولا كاين شي حاجة ديال الشدود ولا شي حاجة مرحبا. لوميزونج بلو. عجبني هاد الوليوي. زوين زوين. كاينين صدورة ولاد العام. زوين هذا. اكيد هو دغيا هما. ها وليدات. كاين صدورة ولاد. اجدر ها. اجدر. اجدر هذا ولاد هذا وليد هذا تا هو وليد. هذا زوين هذا. كبير. زوين هذا. الريحة الأولى. اللهم بارك. ها وقيتو دابا هو كيفر. واو يلا اطلع يلا تدرنا لي فيديو عاد تجي جاب سلعه تلقى زعما انا عندي السلعه ها السلعه ديالك اللهم بارك ما شحال يقول بها هاي السلعه ديالك هاي السلعه اخرى عاوتاني زوان ديريكت ما يقولنا شي 100 درهم شرقاوي شحال اخويا هنا تقول 80 واحد ما عطيتني حاجه انت اخويا اللهم بارك اصدر هذا ياك اخويا اصدر اخويا اصدر يلا خارج من البدايه الثمن ديالو خويا 800 هو البيع ديالو 800 اه فيه شي كلام ولا والو كلام اخويا ويداني ولا ما صدقتش فيه الكلام ما صدقتش فيه الكلام رد لي رزقو كاين الروتور ياك كاين الروتور مرحبا مرحبا اخويا مرحبا طيب انا اخويا غنتفاهم معاك فيه ولكن الا ما عجبنيش راه غنردو مرحبا اخويا مرحبا ها هو عقلو معاه عقلو عليه مرحبا اخويا وديما في السوق انا عارفينك ديما السوق كي كتشد الفلوس ما كتبقاش في السوق اخويا ديما السوق اخا كتشد الفلوس كنبقى في السوق الله يسخر امك الكارانتي اخويا الكارانتي الكارانتي والصلاح واش كارانتي كارانتي ولا كارانتي حدا الشانطي لا كارانتي حدا الشانطي وانطي اللهم بارك المهم الخوت ها واحد القريع هذا راه جاي من المستقبل هذا في باك 2023 يعني تا العام الجاي يلا غيكون عنده يلا غيكون يلا في 2023 هذا راه من قرعة ديال 2022 في باك 2023 اللهم بارك الثمن ديالو تقول مولاه 500 درهم هذا جزير اللهم بارك اللهم بارك خروية موجودة اليوم اللهم بارك الله يجيب الشاري سلعة زوينة اخويا اللهم بارك حتى ما ديالو هذا 1000 درهم
كلشي ديالك. الله يحفظك ليه طوير ضواني الساح. انت الولاء يولع اللي بغا يتولع راه يولع. هاي التليفون ديالك؟ كلشي ديالك. عطيه من النمره ديالك. شي حاجه عيط لك انت كلشي ديالك. اللي بغى شي حاجه عيط لخوته انتوما سمعتوا على ودني اللي بغى شي حاجه عيط المهم راه مولاه طالب فيه 1000 درهم. كلشي ديال هاد السيد هو الاخ ديالنا تا هو. الله يحفظك ليه اخويا. كلشي ديالو هو يخيط هو يلبس هو كلشي. شوفوا العين الاخوان شق الزيبه شق الزيبه اللهم بارك ديال انفا اللهم بارك على ديال انفا والله ديال قصر الصفراوي بارك الله بيضاو دوري شي دوري شي.